بابا كلش حبابة. طلعتش تبكين ومنهارة وانتي تمتحين بيها؟ اللي يقول بنتك مو تشتغلين عندهم؟ خالة ريتا أنا تعبتك اليوم وياي. لا لا خالة ماكو أي تعب، تدللين. بس خالة ردت أشوفك شغلة قبل لا تنزلين. إيه؟ موضوع متعلق بطيبة؟ خالة هواية تلحين، قلت لك هسه أوصلك وأشوفك. زين. زين خالة. يجوز صارت عليك عصبية لأن ذاك اليوم انفضحت ورادوا يفصلوها خطية. بنتي أني الله يخليك، انت مو قلتي أشوفك شي؟ شوفيني وفهميني خلا. يعني اللي راح اقول لك اياه ما اريدك توصلي له هالهيئة لان خطيه يسوي لها مشاكل. ابدا ما احكي، اطمئني طيبه مثل بنتي وما اقول لها لها اي مشكله ما تصير لها. بس شوفيني الله يخليك. هي ذاك اليوم وراحت للحفله خطيه شربت حبوب وقامت ترقص، صوراها وهي ما تدري، وهذا الفيديو انشر بوقتي. خلا أمانة يعني ما وصيتش بعد، خصوصا أهلها. خلا أمانة، خلينا نفرض إنه أبويا مو تاجر.